أدلى وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة بصوته أمام لجنة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل، ودعا الناخبين إلى المشاركة الإيجابية الجادة والنزول بكثافة للمشاركة والإدلاء بصوتهم الانتخابي. أهمية النزول بكثافة، لأن النزول بكثافة يعطي رسالة للعالم كله بأن الشعب المصري جاد في بناء دولته وفي بناء مؤسساتها النيابية ومؤسساتها الوطنية.